أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد من مشوار البطولة. مشوار البطولة النهاردة بنقدمه من داخل محافظة كنا والدورة الرمضانية التي ينظمها مركز شباب المعنف. أهلا ومرحبا بكم وهذه الحلقة الجديدة من البرنامج. بكري اهلا بيك يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. حضرتك صح السلامه ان شاء الله. النهارده مغزى طبعا وجود حضرتك النهارده، ومجلس اداره مركز شباب المعنى بيقوم بتكريم المرحوم باذن الله طبعا الدكتور محمود بكري. تقول ليه بقى المجلس اداره مركز شباب المعنى؟ طبعا بشكرهم يعني بكل تاكيد لفته طيبه تدل على الوفاء والاخلاص لمن قدم لهذا المركز الكثير والكثير من الانجازات. يعني هذه اللفته الطيبه ليست مجامله، وان يطلقوا اسم هذه الدوره دوره النجوم بتاعه مركز شباب المعنى يقيمها كل سنه ايضا ليست مجامله. الدكتور محمود كان مساهم بشكل فعال في تطوير مركز شباب المعنى، احضر قبل ذلك يعني العديد من الاجهزه الرياضيه ودعم مالي، يعني لدرجه عايز اقول لك على يعني خبر يمكن هو في سرير المرض احضر لهم شيك ب 50,000 من احد رجال الاعمال. هو كان مهموم بمركز الشباب، كان مهموم بتطويره، كان بيتمنى ان مركز الشباب يبقى فيه كل الالعاب الرياضيه مكتمله، كان بيساهم بقدر الامكان، وكان على طول في كل
زياراته لبلد المعنى كان لازم يروح مركز الشباب. يعني هو كان بيمر على المناطق اللي بتحتاج الى الدعم، كان بيروح عندنا في الجمعية الخيرية، مركز الشباب، يروح في كل البلد يتجول فيها ويشوف ايه اللي ناقص. المدارس كلها كانت مهموم بالبلد والأنشطة البلد والمساعدات اللي بتقدم لمنطقته واهله طبعا ومسقط راسه. ومن ضمن هذه الاماكن بالتاكيد كان مركز شباب معنا. فانا طبعا احمد الفيلم اللي شفناه يعني نعم كان بيشتغل مع الناس بنفسه بالظبط كده، كان بيجي زياراته بشكل مستمر، بيتجول في المركز بيشوف الملعب اللي ناقصه، بيشوف جاب لهم قبل كده يعني صاله جيمنازيوم، جاب لهم العاب رياضيه مختلفه، صاله ترابيزات بينج، كراسي، عملوا مكان للاسر زي يعني نادي او كده. فكان لا دوره فعال في المركز الحقيقه، كان مهتم جدا بمركز الشباب لانه كان عارف ان المركز له دور في تنشئه وتربيه الشباب، دور هام جدا انه يبعد الشباب على الاقل يعني عن شرب المخدرات والمسائل اللي بتاخد الشباب دي في طرق ثانيه مختلفه. المركز دور مهم جدا طبعا، فان شاء الله يعني تكون دوره محترمه، دوره تنشيطيه في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، وتكون ان شاء الله دوره موفقه. يعني انا شايف مجلس الاداره مهتم جدا بالدوره، والدليل على كده اليوم مجمع كل الرياضيين محافظه هنا وبيلتقي بيهم عشان يعلنوا اليوم النتيجه بتاع الدوري النجوم ان شاء الله. ولكن ريال مدريد ضاغطين عليهم كده، عاملين ضغط، توصل في الاخير عند عبد الرازق حارس المرمى ليه؟ مختار لزياد، زياد يعدي ويرجع عنده مره ثانيه لمختار، يبدا من تحت مختار كده، ولكن يرجع يبدا الهجمه عند حارس مرماه محمد عبد الراضي، عبد الراضي لزياد، زياد ممدوح، زياد ممدوح قافلين فريق ريال، عاوزين يبداوا مرمى طبعا، ضربة تبقى احمد اشرف، احمد اشرف يلعبها اطول من اللازم احمد اشرف، ولكن تطلع الكورة رمي التماس لمختار، مختار يلعبها كاستيلو، كاستيلو يعدي كاستيلو ولكن على طول بيجيبها توفيق، حلوة 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 حلوة، الله الله الله. مانشستر هنشوف هيرد ازاي فريق مانشستر على فريق ريال، يعدي على طول كاستيلو، كاستيلو ولكن بخت من فريق مانشستر اللي هو كان بادئ بدايه كده يعني بيشوف قص النبض، ولكن خطفه على طول فريق ريال مدريد بهدف لا يصد ولا يرد، توصل مره ثانيه عند حارس المرمى الريال، بتتلعب على طول مره ثانيه لفريق الاستاذ الدكتور اشرف موسى. اهلا بحضرتك يا فندم على شاشه قناه طيب. اهلا بك يا زمان. لو اتكلمنا النهارده عن الدوره، وصف حضرتك طبعا رئيس اللجنه العليا المنظمه للبطوله، يمكن النهارده بالدوره باسم المرحوم ان شاء الله الدكتور محمود بكري، طبعا ابن قريه المعنى، حضرتك طبعا من المعنى، فالدوره دي حطيتوا اسم المرحوم، سبب اختيار هذا الاسم، وتكلمنا عن الدوره بصفه عامه دكتور. طبعا اهلا وسهلا بك يا استاذ عماد، خليني اقول ان احنا طبعا الدوره دي بتقام في كل سنه في مركز شباب المعنة، وعايز اقول ان السنه دي ليها طابع طبعا خاص ان هي بتحمل اسم النائب الدكتور محمود بكري، طبعا ابن قريه المعنة، قريه المعنة والابن من ابناء المعنة اللي ساهم الحقيقه في تطويرها وفي تعميرها، والحقيقه طبعا هو بيحمل اهل المعنة بيحملوا ليه كثير من الحب والود، وطبعا كان يعني من اهل الخير داخل قريه المعنة، وطبعا اقل شيء ان هو ان تقام هذه الدوره باسمه. اما بالنسبه طبعا عن الدوره فهي طبعا مقامه طبعا للفرق الكبيره والفرق الصغيره، عندنا حوالي 17 فريق في الكبير وحوالي 16 فريق في الفرق الصغيره، بيتم تقسيمهم طبعا لاربع مجموعات، كل مجموعه فيها اربع فرق، وبتبدا الدوره من يوم 10 رمضان بتنتهي يوم 25 رمضان، بيبدا طبعا يوم 10 رمضان ماتش الافتتاح ما بين طبعا الفريق رقم واحد في المجموعه الاولى والفريق رقم اثنين حسب ما هتفرزه طبعا القرعه. عايز اقول طبعا ان اثناء الدوره بيتم عمل احتفالات صغيره ما بين كل مباراه واخرى، بيحكم المباراه دي حكام معتمدين يعني في كره القدم. عايز اقول طبعا الدورات الرمضانيه من الحاجات اللي هي الطابع المميز لشهر رمضان، دايما لما نذكر رمضان طبعا بنذكر طبعا الدورات الرمضانيه في كل القرى والنجوع والمحافظات، حاجه من سمات اللي هي لشهر رمضان طبعا، بالاضافه الى السمات الروحانيه
شهر رمضان الأصيل، ربنا يعني يتقبل مننا الصيام والقيام في هذا الشهر. يعني دكتور أشرف، يمكن لو تكلمنا عن النهاردة حفل كرة ومقام في مكان جميل، واستعنتوا بفرقة من الثقافة أو الثقافة كنا أو قصر الثقافة محافظة كنا، حاجة جميلة بوجود الرياضية. طبعا الحقيقة طبعا مركز شباب معنا بيحاول بقدر الإمكان كل سنة بفي جديد، طبعا مع الشركاء النجاح في هذه الدورة. السنة طبعا قام في هذا المكان اللي يليق بالدورة، وطبعا وجاب فرقة موسيقية بتحيي حفل طبعا القرعة. طبعا وخلي حضرتك احنا بنحاول بقدر الإمكان ان تبقى حفلات القرعة من الحفلات المشابهة لما يحدث في حفلات كاس مصر او كاس الأمم الأفريقية او كاس العالم، يعني بتبقى سحب القرعة وبتبقى طبعا حفلة من الحفلات المميزة. وزي ما انت هتشوف النهارده وتابع معانا من خلال طبعا المنصة الكريمة ومن خلال النجوم اللي هم محافظة هنا اللي هم هيشاركوا في هذه سحب الجرعة، كل الكلام ده حضرتكم هتشوفوه وان شاء الله يليق احسانكم يعني واعجابكم باذن الله. طبعا عايز اقول ان دوري النجوم من الدوريات القوية في داخل مدينة قنا، ومن الدوريات اللي بيقبل عليها العديد من الناشئين في مدينة قنا، والكبار حتى بيقبلوا عليها وبتأدي بشكل كويس. يعني تفريغات اللقاء بنشكر حضرتك يا دكتور، وبتمنى للدوري كل التوفيق ان شاء الله. شكرا لك يا كابتن احمد، شكرا على تقديم التميز لك. أعزائي المشاهدين، وعلى هامش قرعة بطولة الدوري نجوم المركز الشباب المعنى، ثانيا يكون معنا فضل الأخ الأستاذ عبير يوسف عضو مجلس إدارة نادي كنا الرياضي. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا كابتن عماد، الله يخليك وسهلا وأنت طيب. أنت بصحة وسلامة. على أقدم نادي في الصعيد طبعا الكابتن ماهر حفني. أهلا بك كابتن ماهر. أهلا كابتن شاهين، كل سنة وأنت طيب. أستاذ عبير، لو تكلمنا عن المغزى طبعا وجود حضراتكم النهاردة كممثلة نادي كنا الرياضي مع الأستاذ أشرف السعد، طبعا في وجود يمكن إمبارح كنا في دورة في نادي البحر في مدينة الصالة المغطاة، والنهاردة في مركز الشباب المعنى، تكلمينا عن مغزى وجود حضرتك النهاردة. الحمد لله كل سنة وأنتم طيبين. أولا مناسبة رمضان الكريم إن شاء الله يا رب يكون عام سعيد على مصر جميعا إن شاء الله. بالنسبة طبعا أنا هتكلم النهاردة عن وجودنا في الدورة الرابعة لمركز الشباب المعنى دوري النجوم. ببلغ كل التحية لمجلس إدارة مركز الشباب المعنى بقيادة الأستاذ منتصر صلاح، وبنشكره على الدعوة الكريمة. وطبعا إحنا النهاردة بنحضر معاهم في رمضان لدوري النجوم، بيكون من عدة فرق رياضية، وطبعا بأسمن على دورات رمضانية اللي بتحصل في رمضان لأنها بتثمر عن مواهب رياضية جديدة بنقدر نستثمرها في الأندية الرياضية سواء في الفرق الأولى أو في الناشئين. بغزة طبعا، والنهارده لمسة وفاء إن الدورة بتقام تحت طبعا مرحوم الدكتور محمود بكري، طبعا لمسة وفاء لأنهم ليهم خدمات على إنا وعلى المعنى كلها. شكرا. وبرضو طالما احنا النهارده في البرنامج نحيي دوري الهرم الرياضي لأنهم برضو يعني دورة رمضانية جميلة وفي ناشئين تحت السن وكبار سن مفتوح وبتثمر عن مواهب رياضية جميلة، وبنبلغهم كل التهاني إن شاء الله بنجاح الدورة الرمضانية بإذن الله. شكرا كابتن ماهر. كابتن ماهر طبعا أكبر مدير إداري طبعا في الصعيد وباع كبير، وجود حضرتك النهارده في هذه الكوكبة من الرياضيين بمحافظة كنا، تحب تقول إيه بقى للمنظمين للدورة بتاعت مركز الشباب؟ مبدئيا بنقول كل سنة وأنتم طيبين بشهر رمضان، ودي حاجة تعودناها دور النجوم من مركز الشباب المعنى، وبحيي مركز الشباب المعنى بقيادة الأستاذ منتصر صلاح، طبعا لبسة وفاء للمرحوم الدكتور محمود بكري، وإحنا داعمين
داعمين ليهم في البطولة الرمضانية. بصراحة حاجة جميلة قوي النهاردة مراسم الاحتفال والكلام ده كله. فإحنا طبعا بالنسبة للناس دي يعني بتاخد تعب ومجهود ناس، وحاجة جميلة جدا. بنقضي أمسيات رمضانية يوميا بين مثلا دورة الهرم الرياضي، دورة النجوم، دورة الأبطال. حاجة جميلة وحاجة كويسة فينا، وإن شاء الله خير بإذن الله. إحنا فريق القاعة طبعا بنشكر حضراتكم وكده، بتمنى لكم إن شاء الله موسم جديد إن شاء الله. شكرا لكل المشاهدين قدمنا لكم هذه الحلقة من مشوار البطولة. شكرا لكم وإلى اللقاء.